تقول الأخت السائلة: هل غسل المرأة مثل غسل الرجل في الجنابة؟ وإذا كان غسل الرأس والشعر فيه مشقة بالنسبة للمرأة، هل تكرر ذلك أم مرة واحدة يكفي؟ لا فرق بين اغتسال الرجل واغتسال المرأة من الجنابة، كل منهما يعمم بدنه بالماء طهور حيث لا يبقى شيء من بدنه لم يصل إليه الماء. الواجب مرة واحدة تعم الجسم كله، والسنة ثلاث مرات، أن يغتسل ثلاث مرات، هذا هو السنة والأفضل. والشعر يغسل، شعر الرجل وشعر المرأة يغسل عمّا بالماء ويصل الماء إلى أصوله، فيبالغ في إيصال الماء إلى ما تحت الشعر، شعر الرأس، وكذلك المرأة يجب عليها ذلك. نعم.